يقول الإمام البصيري رحمه الله عنه: لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر الباني والعالم. بعدما عاتب ذاك الشخص الافتراضي الإمام البصيري عن سبب البكاء وقال إنه الهوى وإنها المحبة، والإمام ساكت ساترا حاله، اعترض عليه بقوله لولا الهوى، كأنه يقول: أنت تقول أنه لست من أهل المحبة ولا من أهل الهوى سترا لحالك، ولكنني أقول لك لولا الهوى الذي تمكن بقلبك، هوى جيران ذي سلم، هوى سكان المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، لولا الهوى لم تورق دمعا على طلال. الطلال هو البالي من البنيان، كان يذكره المحبون في قصائدهم قديما. إذا قصدوا أمكنة كانت فيها، في تلك الأمكنة كان هناك أحبابهم، ثم صارت طللا، أي صارت بنيانا منهدما، فيبكون على أيام الوصال. فقال لولا الهوى الذي في قلبك، لولا الهوى لم تورق، أي لم تسل دمعا على طلل، ولا أرقت، أرقت من الأرق، والأرق هو السهر وذهاب النوم، ولا أرقت، ولا ذهب عنك النوم وصهرت ليلك كله كما هو حال العشاق وأهل المحبة، ولا أرقت لذكر البان والعلام. البان نبات طيب الرائحة، زهر طيب الرائحة يذكره المحبون في أشعارهم، والعلم جبل من جبال الحجاز يذكره كذلك أهل المحبة وأهل الشوق والغرام في قصائدهم. والمعنى: لولا أن قلبك عامر بالهوى لما بكيت على أطلال المحبوبين، ولا سهرت الليالي، ولا أرقت حينما تذكرت البان والعلم، يشير حينما تذكرت ما يجمعك بأهل المحبة.